ماتش تونس طبعا كان هو الأصعب في البطولة، لكن إيه السر إن منتخب تونس ظهر بشكل أقوى البطولة دي؟ مثلا كان المباراة كانت أصعب من مواجهتكم معاها في دورة أبطال المتوسط قبلها بفترة بسيطة، وكانت كمان في الجزائر، إنما دي كانت في أرض مصر. فكان إيه السر اللي خلى تونس يظهر بشكل أقوى، ولا أنتوا اللي ممكن تكونوا كنتوا أقل شوية في الماتش ده؟ لا بالعكس، هو منتخب تونس منتخب محترم زي ما قلت لك، هو ممكن يكون فيه فوارق، بس منتخب تونس كان نازل الماتش ده. في فرقة كده لما بتنزل الماتش هي مش باقي على حاجة، بكلمة رياضة يعني مش باقي على حاجة، هم نازلين عارفين ان هم بنسبة كبيرة هيخسروا، فبينزل بدل ما بيلعب 100% فبيلعب 200%. فالموضوع كله ان انا اللي عليا الضغط في الماتش ده، مش هو اللي كان عليه الضغط خالص، لان كل الناس عارفة ان طبيعي مصر تكسب، فانا بلعب في ارضي، فبالعكس انا اللي عليا الضغط مش هو. هو كان نازل بيلعب حر، مش فارق معاه، كده كده وصل كاس عالم، مش تبقى فارقه معاه بقى هيلعب ثالث ورابع هيلعب فاينل. هو وصل لمرحله ان هو كده عارف انه هيخسر، مش عارف انه هيخسر، عارف ان الماتش صعب، بس هو الرياضه ما فيهاش يعني ما فيهاش مستحيل يعني. هم عملوا جيم فنيا عالي جدا. هل في وقت من مباراه تونس حسيتوا ان الماتش ممكن يروح من ايديكم، خصوصا ان هم اتعادلوا في اكتر من مناسبه وكمان اتقدموا في وقت من اوقات المباراه، ولا كان في احساس ان كده كده هتكسبوا مهما كان الماتش صعب؟ لا احنا عندنا من الخبرات ما تكفي يعني، من اللعيبه عندنا لعيبه كتير عندها خبرات يعني موجوده في الملعب، مش هقول لك ما بنقلقش، طبيعي بنقلق، بس الخبرات اللي موجوده في الملعب هي اللي بتخليك تحس بالامان يعني. شفت البطوله تنظيميا وجماهيريا ازاي؟ تنظيميا وجماهيريا، جماهيريا نجحت في اواخر البطوله، تنظيميا الصراحه اعتقد التنظيم كان على اعلى مستوى وكل الفرق شكرت في الكلام ده كله. هل ان البطوله اتلعبت في 6 اكتوبر مش استاد القاهره زي ما متعودين دايما، ده اثر عليها ولا حسيت ان مفيش فرق؟ هو ما اثرش عليها لان الصاله كانت غالبا معظمها فل في معظم الماتشات المهمه، بس استاد القاهره ليه رونق اخر يعني، ده بالنسبه لنا احنا كاي لعيب رياضي في مصر استاد القاهره ده بالنسبه له الحاجه الاهم في البلد يعني في الرياضه. كان نفسنا احنا نلعب فيه بس ما كانش يعني كان في جمهور برده فما كانش حاسسنا بفرق يعني. شايف منتخب مصر قادر يسيطر على البطولات الافريقيه لمده قد ايه؟ هل لفتره طويله وسنين زي ما كتير شايفين، ولا شايفين ان في حد من المنتخبات الافريقيه جاي من بعيد اللي هو ممكن يبقى يشكل منافسه قويه ويكون صعب التنافس معاه؟ لا واحنا عندنا الحمد لله من الاجيال اللي تقدر تخلينا ننافس على بطوله افريقيا او ان احنا نفضل في الترتيب الاول بفتره كبيره، بس ده محتاج شغل كبير، مش عشان انا كويس دلوقتي خلاص كده، لا الفرق الثانيه هتشتغل، تونس هترجع تشتغل على نفسها، الجزائر نفس الكلام، كاب فيردي الفريق المنتخب الجديد منتخب محترم لعيبته محترفين كلهم، فعشان نفضل نكمل لازم نكمل على اللي احنا ماشيين عليه، والاجيال اللي طالعه يطلع منها 3 4 لعيبه كل فتره للدرجه الاولى، وده هيفرق في الاستمراريه. حاليا منتخب مصر بطل افريقيا وسابع كاس العالم ورابع الاولمبياد، فايه الهدف القادم والطموح اللي بعد كده؟ هو الطموح يعني لو بتتكلم على كاس العالم في الفتره الجايه يعني الطموح كل واحد عنده طموح، في ناس عندها طموح انها تاخد ميداليه في كاس العالم، في ناس تقول لك ان انا ابقى من اول 6، في ناس يقول لك والله نفسي العب فاينل، الطموح كل واحد عنده طموح، بس لازم نبقى واقعيين. احنا اللي انا اقدر اقوله ان احنا في كاس العالم الجاي هنقدر هنحاول نعمل اللي علينا يعني، وكل واحد مش هيكسل في حاجه يعني، اللي هيقدر يعمل حاجه هيعملها، وان احنا في كاس العالم ما اقدرش اقول لك احنا هنروح عايزين ناخد ميداليه، اي حد يتمنى او تقول لك طموح ان هو عايز ياخد حاجه، بس الموضوع مش سهل خالص، محتاج شغل كبير مننا الفتره دي، فالموضوع كله ان احنا هنشتغل عشان نوصل اللي احنا عايزينه. رايك ايه في مجموعه مصر في كاس العالم معنا كرواتيا والمغرب وامريكا؟ هل المجموعه سهله وكويسه ولا ممكن يبقى فيها صعوبات لتحقيق المركز الاول؟ لا هي مش مجموعه سهله خالص، منتخب كرواتيا من المنتخبات الكويسه جدا يعني، التصنيف العالمي بتاعها تصنيف جامد، عندهم 4 5 لعيبه من اللعيبه التقال قوي في اوروبا يعني اللي هم بيقدروا يعملوا فرق، وماتش كرواتيا اول ماتش في المجموعه، فانت ماتش كرواتيا ده بالنسبه لك بمثابه ان انت تخش دور الثمانيه، فهو مش سهله خالص ان انت تكسب كرواتيا، لا ماتش صعب جدا محتاج تحضير و يعني انك تحضر له معنوي وفنيا بطريقه معينه، لان منتخب كرواتيا مش منتخب سهل خالص. في ناس بتتكلم منتخب كرواتيا منتخب المجموعه سهله، لا المجموعه مش سهله خالص.